حين تتواصل التحديات والانطلاقات مشاهدينا متابعينا الاعزاء، انطلاقاتنا مستمره من ارضيه ميدان الشحانيه لسباقات الهجن، انطلاقه شوطنا العشرون الخاص باللقايا لبكار وهجن اصحاب السمو الشيوخ والسعاده. انطلاقه هذا الشوط مشاهدينا الكرام، نسير مع هذه الاسماء والتحديات المميزه الحاضره والمنطلقه في مسار وتحديات هذا الشوط مباشره مع المركز الاول، مع الصدارة أول الأسماء المفتتحة للنداء والإذاعة، مع المركز الأول نوف بشعار سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني الثاني راشد بن عبد القادر البلوشي من يتابعها في عملية التضمير، بينما المركز الثاني، المركز الثاني الدفنة من تتواجد بشعار هجر أم الزبار يضمرها زيد بن محسن بن نديلة، مع المركز الثاني والمركز الثالث تتواجد وتنطلق هنا زلزلة بشعار هجن الشحانية يضمرها المشاغب محمد بن خالد العطية، مع المركز الثالث والمركز الرابع اجليع القادمة مع المركز الرابع بسعادة الشيخ سعود بن ثاني بن علي آل ثاني، مع المركز الرابع في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس، المركز الخامس نقى لهجن أم الزبار يضمرها الصارم محمد بن برقان بن مقارع، مع المركز الرابع في هذه اللحظات او الخامس، بينما رد دخول من الجانب الاخر اللي تدخلت مشاهدينا متابعينا الكرام، فهنا القادمه مهمه بشعار هجن الشحانيه يضمنها البرنس جار الله بن عقيل، يقدم لنا مهمه من غيرت في هذه اللحظات مباشره من المركز الخامس الى المركز الثالث، وايضا شعار هجن ام الزبار القادمة مشاهدينا الكرام، أو هنا القادمة اعتماد لهجن أم الزبار يضمرها سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري، مع المركز الخامس في هذه اللحظات تغير إلى رابع الأسماء. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه التحديات المميزة والكبيرة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ولكن لنا عودة إلى الصدارة بعد أن انهينا على مسامعكم أول نداء للخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة وانطلاقات سن اللقاية في صباح هذا اليوم، وهجني أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في انطلاقات مميزة وكبيرة في هذا الصباح. نعود هناك إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى البداية صدارة الشوط وما تحمل لنا من انطلاقة مميزة وكبيرة. مرموقة غيرت مباشرة إلى صدارة الشوط بشعار هجن الشحانية يضمرها المشاغب محمد بن خالد العطية، يقدم مرموقة من تغير مباشرة إلى صدارة الشوط، بينما المركز الثاني اعتماد القادمة بشعار هجن أم الزبار يضمرها سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري، مع المركز الثاني نتابع المركز الثالث القادمة والمنطلقة في هذه اللحظات، القادمة في هذه اللحظات جليع القادمة بشعار سعادة الشيخ سعود بن ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، مع المركز الثالث والمركز الرابع، المركز الرابع في هذه اللحظات القادمة والمنطلقة مشاهدينا الكرام، من تتواجد مع رابع الأسماء تنطلق هنا في هذه اللحظات القادمة في هذا المسار المميز والكبير مشاهدينا الكرام في هذا الانطلاق في هذا المسار. شوف الأسماء، شوف القادمة في هذه اللحظات، شعار هجن الشحانية يتواجد من ميمنة الميدان تنطلق في هذه اللحظات، هنا القادمة مشاهدينا الكرام الفائزة يضمرها البرنس جار الله بن عقيل، يقدم لنا أيضا انطلاقة وحضور الفائزة. المركز الرابع، شوف اللي وصلت أيضا، اللي وصلت في هذه اللحظات بشعار هجن الشحانية، وصلت هنا مشاهدينا الكرام مرور بشعار هجن الشحانية يضمرها الذهبي سالم بن فاران المري قادمة، بينما هجن أم الزبار تتواجد أيضا من ميمنة الميدان تتدخل بقيادة سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري، ولكن العودة إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى البداية. مرموقة، مرموقة بشعار هجن الشحانية المشاغب في عملية التضمير محمد بن خالد العطية يتابع مرموقة مع صدارة الشوط. المركز الثاني تتواجد اعتماد لهجن أم الزبار يضمرها سالم بن سعيد بن دلهم، بينما المركز الثالث اللي وصلت
بشعار يدن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن عقيل، بدأ يقدم الانطلاقة مميزة وكبيرة من خلال تواجد هذا الاسم المميز. الله يا سلام، هنا الفائزة، الفائزة تغير، لكن شوف اللي وصلت، وصلت هنا الشعلة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني بقيادة حمد بن طالب بن عمارة. من الجانب الآخر أيضا جود بشعار هجر أم الزبار علي بن سالم الصعاق غيرت في هذه اللحظات. هناك من الجانب الآخر بشعار هجر أم الزبار، هجر الشحانية، هجر أم الزبار مع الأمتار الأخيرة، ولكن هجر أم الزبار تقدم الانطلاقة جود. تهانينا والناموس لهجر أم الزبار، تهانينا لعلي بن سالم الصعاق من قدم الانطلاقة جود وخطفت الناموس. بينما المركز الثاني الفائزة بشعار هجن الشحانية يضمرها البرنس جار الله بن عقيل، والمركز الثالث وصلت الشعلة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني بقيادة حمد بن طالب بن عمارة. والمركز الخامس أو الرابع مشاهدينا الكرام كان الوصول من مرور لهجن الشحانية يضمرها الذهبي سالم بن فاران المري، والمركز الخامس وصلت مرموقة لهجن الشحانية بقيادة المشاغ محمد بن خالد العطية. تابعنا هذا الشوط ولكن حضرت جود مهدي هجن أم الزبار هذا الناموس والانتصار. تهانينا لمن قادها علي بن سالم الصعاق. توقيتها الزمني لحظة وصول إلى خط النهاية 6:19 مشاهدينا الكرام، 87 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجر أم الزبار والتهنئة لعلي بن سالم الصعاق الفائزة مع المركز الثاني. 6:20 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجر الشحانية، تهانينا للبرنس جار الله بن عقيل. بينما المركز الثالث الشعلة 6:20 56 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني، والتهاني لحمد بن طالب بن عمارة.